احنا حاليا جاي نضخ 10 متر مكعب بالثانية من محطة البدعة شمال الناصرية، جاي نطي 3.5 إلى محافظة الناصرية سوق الشيوخ، وجاي نجهز 6.5 إلى محافظة البصرة، من ضمنها طبعا المطار يأخذ من عندنا، عندنا محطة أبو صخير، زائد عندنا مشاريع بالرمال أيضا تأخذ من القناة المفتوحة، فيذهب صافي إلى محطة الآر زيرو 6 متر مكعب بالثانية. 6 متر مغطية حاجة البصرة اليوم؟ نعم، حاليا بالوقت الحالي 6 تغطي احتياجات مركز المدينة، بس من الشهر السابع إن شاء الله احنا راح نزود كميات الإطلاقات، لأن يعني عندنا حاليا صيانة بالمحطات، زائدا عندنا نبات شمولان جاي ينتشر على طول القناة المشروع. الأعمال اللي أجريناها خلال يعني الشهرين الماضية هي تطهير القناة من كيلومتر 86 إلى كيلومتر 125، ومن 125 إلى محطة الضخ في البصرة اللي صايرة بالغبيشية طول 80 كيلو. نعم. يعني بواسطة الآليات الحكومية طبعا تابعة للمشروع، زائدا آليات مديرية صيانة الذيقار ومديرية صيانة البصرة ودائرة كري الأنهر، أيضا نظفنا حوض محطة الضخ الناصرية اللي يعني كان من الصعب تنظيفه جدا. بعد الشمبلان شلون يأثر على الكمية الضخ أو بالضبط شو تأثيرات؟ طبعاً السنية. هو الشمبلان فد إعاقة موجود، يعني نبات ينمو على طول القناة، قناة نعم. طبعاً قنوات بالذات الغير مبطنة، يعني بالنسبة للمناطق المقاطع المبطنة يعني ما ينتشر هذا النبات، بس بالمقاطع الغير مبطنة يصير هذا النبات ينمو على الترسبات. نعم. هذا يعيق جريان الماء، يعني إحنا عندنا مثلاً الماء كل كيلومتر ينزل 6.5 سنتيم يعني كانحدار. من يصير هذا النبات وينمو؟ لا، راح يصير عقل، يصير الخزن بالقناة، ما يصير ما يوصل المحطات اللي وراها. يعني إذا نضخ مثلا 8 متر مكعب بالثانية راح يوصل لنا 6، هيك يصير. زين، يعني حاليا حضرتك قلت بالوقت الحالي كافي، لكن الفترة الجاية راح تزيدون. طبعا تزداد درجة الحرارة، يزداد يعني الاستهلاك شهر السابع شهر السادس أيضا، يعني شهر الثامن هاي أشهر بها الذروة. هذه الزيادة نعم. بالضخ تقابلها زيادة بالإطلاقات المائية اللي واصلة لكم؟ نعم، إحنا عندنا كميات، يعني المشروع حقيقة إحنا يعني نطمن يعني ناسنا في البصرة وبالناصرية الماء موجود، يعني صح هي أكو شحة عامة، بس كمية للشرب مؤمنة من قبل الوزارة، يعني هي تعتبر خط أحمر، يعني ما بيها مجال إحنا يعني الماء الشرب أهم من كل شيء عندنا. عندنا مخزون؟ عندنا خزين، نعم عندنا حاليا يعني 5.5 مليون متر مكعب. قابل للزيادة هذا؟ طبعا قابل للزيادة، جاي يزداد حاليا يوم ورا يوم جاي يزداد. يعني اكو عندكم يعني اللي احنا يعني احنا هاي الفترة اصلا اعتمدنا ايضا على الخزين، يعني سحبنا من الخزين كان اكثر من 7.5 مليون متر مكعب عندنا هنا. شو سحبتوا من الخزين؟ لان ما يوصل، يعني قلت لك اكو اعاقة واكو يعني نباتات موجودة بالقناة. هسه حاليا جاي وصلنا 6 متر مكعب بالثانية. اكو اولا راح يعني باشروا في مشروع ماء البصره الانبوبي اللي يمتد بمسافه 60 كيلو بالبصره. نعم. طبعا هاي جهد الوزاره، شركات الفاو شركه الرافدين جالسه تشتغل حاليا بالاعمال الاوليه للمشروع. نعم، يعني ماشيين بي وفق الجداول. نعم نعم، باشروا بي وجاي يشتغلون، شغل ما زال مستمر الان. نعم. نعم. غير غيرها عندنا يعني الأعمال اللي تخص المشروع، عندنا تأهيل ناظم البدعة. نعم. راح تتم عملية استبدال مضخات وإيصال خط الكهرباء، وهي طبعا النقطة الرئيسية المهمة هي إيصال خط الكهرباء البدعة، لأن يعني سابقا البدعة كانت تعتمد على السيح بسبب توفر مناسيب المياه، الآن تعرفين الشحة، يعني هذا الشيء ما يخفى، الشحة موجودة بكل العراق. فحاليا احنا نعتمد على الضخ بصورة رئيسية يعني من ناظم البدعة، فعملية الضخ تحتاج ضخ مضخات ديزل، نحتاج إلى وقود، والوقود صعب، يعني إيصالها من البصرة للناصرية فد عملية جدا صعبة، يعني تحتاج موافقات أمنية، وهاي الشغلة تتكرر، والكميات اللي نستهلكها كميات كبيرة جدا. فالسيد الوزير أوعز بإيصال خط الكهرباء إلى مشروع البدعة، والحاليا باشروا به، نسبة الإنجاز حاليا 30% تقريبا، فإن شاء الله يعني خلال شهر شهر ونص يكمل خط الكهرباء. إذا كمل خط الكهرباء ونصبت المضخات في البدعة تنحل مشكلة كبيرة بالنسبة للبصرة والناصرية. زين أستاذ صدام، يعني حضرتك قلت إن إحنا ما عندنا أزمة والوضع مسيطر عليه، يعني
كل سنة في فصل الصيف تصير أكو مشاكل في محافظة البصرة، شلون ممكن نتجاوز هاي المشاكل وما نواجهها هذه السنة؟ قلت لك هي هاي المشاكل الرئيسية، يعني أحد أسبابها مثلا تجهيز الوقود، يعني أحيانا يصير إعاقة تجهيز الوقود من قبل النفط، موافقات أمنية، يعني في الشغلة صعبة مو سهلة. يعني أنت تخيلين هو شهر، يعني لازم نحصل موافقات من الدائرة نشتري، نحصل موافقات، لازم موافقات أمنية، موافقات أمنية يعني أهم صعبة، لازم تروح لبغداد تودي شخص موفد ويروح ويرجع، يعني هذا كله وقت. أنا ويجيني بنهاية الشهر إذا حصلت وقطعت وكملت أجي من أريد أجهز، بس أتجاوز الشهر ما يطين، يقول لك انتهى الشهر. زين وعلي اذا المشكله موجوده حلها حاليا احنا يعني الوزاره اعتمدت انه التجهيز يكون مو بس من مشروع مال البصره، لا نعتمد على محافظه ميسان، يعني مديريه ري ميسان، مديريه ري البصره ايضا ساندنا بالقطوعات. يعني شغلة الغاز شوية هانت يعني أهون، وإن شاء الله إذا أجي خط الكهرباء بعد ما أحتاج غاز. يعني إذا خط الكهرباء هو يعني شو أكثر شيء تحتاجونه؟ طبعاً كلش مهم خط الكهرباء جداً مهم. يعني أول شيء المضخات الكهربائية طاقتها يعني إنتاجيتها بالماء كلش عالية، أفضل من المضخات الديزل وعطلاتها قليلة الحمد لله. يعني إذا توفر خط الكهرباء إن شاء الله تنحل أزمة كبيرة.